كنا خلصنا نمبر 8 هلا حنشتغل باكسرسايز 13 صفحه 215 عم بيقول لي given a circle C of center O and radius R هون عطاني radius R تمام هذا circle of center O radius تعوله R AB diameter AB diameter let D be the tangent to the circle C at A فإذا line D tangent to the circle at A tangent يعني عامل 90 degree مع ال radius the tangent drawn from M to C هيدي M نزل منها tangent على circle C طبعا هيدي الانجل 90 at E فهيدي البوينت هي E cuts the line AB هيدا هو ال AB line مدة at F the line OE cuts D at G هيدا اللاين OE حنطولها لأنه قال لي line cuts D at G منطول الخط فإذا line OE at G designate by S the orthogonal projection of O on GF فإذا بدنا نعمل orthogonal projection من ال O على ال GF فلازم أول شيء أنا وصل ال GF بدنا نعمل orthogonal projection من ال O على ال GF هيدي ال O orthogonal projection يعني أنا لازم نزل perpendicular من ال O على ال GF هيدي perpendicular هيدي فإذا S عملنا orthogonal projection من ال O على ال G السؤال الأول draw the figure prove that the triangle AME isosceles هيدا part 1 هلا part 2 ما أنا برهن ال triangle AME isosceles بوصل AE نحن لما برهن isosceles triangle في عندي ثلاث طرق فقط لغير يا برهن 2 equal side يا 2 equal angle يا إذا كان عندي median هو بنفس الوقت height bisector perpendicular bisector إلى آخره بدي برهن أنا triangle MAE isosceles الM هي exterior point هيدي property نحن ماخدينها من الM نازل منها tangent على circle وtangent تاني في property بتقول إذا كان عندي exterior point ونازل منها 2 tangent على circle يعني إذا ما نرجع نرسمها هيدي exterior point نزل منها tangent 2 على نفس السيركل البروبرتي بتقول وفين استعملها مباشرة انه هيدا السايد equal هيدا السايد المسافة من هون لحد ال point of tangency equal من هون لحد ال point of tangency وبيطلع ال triangle isosceles مباشرة اوكي فإذا لازم نقول له M exterior point MA and ME MA and ME are two tangent issued from M then the property بتقول فيني استعملها مباشرة MA equal ME هاي equal هاي صار هذا التراينجل شو isosceles M A E is an isosceles triangle at M. Okay. صار عندي هاي equal لهاي وصار عندي هال angle equal لهاد angle. بنفس السؤال بيقول لي and برهن O M perpendicular bisector على A E. O M perpendicular bisector على ايه كمان هيدي البروبرتي البروبرتي بتقول اذا ام اكستيرير ونزل منها تانجنت 2 على السيركل معناتها ام اي ايكوال ام اي فين استعملها مباشره اذا وصلت الام او بتكون الام او مباشره هي perpendicular bisector لاي اي كمان اذا وصلنا الام او بتكون هيدي الام او هي بايسكتر لهيدي الانجل وبايسكتر لهيدي الانجل اوكي هون فيني دغري مباشره اقول اند او ام perpendicular bisector of the segment
اي بصلة اوكي بيرجع بيقول لي برهن انه الاو هي اورثو سنتر اوف ذا تريانجل جي ام اف بارت 3 لما برهن انه الاو هي اورثو سنتر الاورثو سنتر هي بوينت اوف انترسكشن اوف 3 هايت طبعا ال 2 هايت بكفي اوكي بده برهن او هي اورثو سنتر للتريانجل ام جي اف الجي اي لانه هيدي الانجل بيربنديكولار فهي فيرست هايت اف اي لانها بيربنديكولار فهي سكند هايت ذي انترسكت ات او ذن او اورثو سنتر تخلص الخبريه فاذا تو هايت بكفي طبعا هيدي ليش هايت لانه هي عندها انجل 90 تانجنت افكت ونفس الشيء هاي لانه 90 تانجنت افكت هاو اثنين هايت ذي انترسكت ات او يعني او اورثو سنتر فاذا بنقول له ان ذا تريانجل ام جي اف ان ذا تريانجل ام جي اف وي هاف FA هي first height ليش؟ لأنه أنا كان هو قايل لي أنه هي tangent فإذا tangent effect FA فإذا GE كمان نفس القصة GE second height كمان بسبب التانجنت ولازم اقول له انه هودي الاثنين هايت ذي انترسكت ات او اف اي اند جي اي انترسكت ات او معناتها صارت الاو اورثو سنتر ذن او از ذا اورثو سنتر of the triangle M G F صارت اورثو سنتر بنكمل السؤال اللي بعده بيقلنا ديديوس انه M O S كولينير M O S كولينير لما برهن كولينير في كتير طرق خليني نذكركم فيهم على السريع الطريقة الأولى إذا كان عندي ثلاثة points وكانت الأنجل بيناتهم 180 ديجري معناتها هني كولينير إذا كان عندي straight line وعندي 3 point هون أوكي هون نقطتين عاملين segment parallel هذا الخط وهون نقطتين عاملين segment parallel هذا الخط كمان نفس الشيء أوكي وعندي هاي point in common معناتها هني بيكونوا كمان كولينير إذا عندي distance من هون لهون وعندي distance من هون لهون وعندي distance من هون لهون length يعني من هون لهون ومن هون لهون ومن هون لهون فرضوا عندي هاي 3 وهاي 2 ومعي هاي 5 إذا هيدي plus هيدي equal هيدي معناتها هودي بيطلعوا collinear فإذا منكمل بيبقى في طريقتين في طريقة بتقول إذا أنا كان عندي straight line دي أوكي وعندي أنا نقطة M هون وجيت أنا قلت AM perpendicular على دي وBM perpendicular على دي في بيناتهم point in common بيكونوا ال A وال B وال M then A B and M are collinear حالكن ليش هيدي M افتراضا لتكون ال AM perpendicular على يعني بتكون ال A هون بشي محل نقول مثلا هيدي perpendicular اوكي لتكون ال BM perpendicular كمان ال B بتكون بشي محل فوق فاذا بتلاحظوا البي والاي والام بيكونوا على نفس الخط فشو بيكونوا بيكونوا كولينير فاذا اذا كان عندي اثنين لاين بيربنديكولار على سيم ستريت لاين وعندهم بوينت ان كومن تمام بيكونوا هودي شو بيكونوا كولينير ها هي الطريقه اللي حنستعملها هون نحن هون شو قلنا هو بده يني برهن ام او اس كولينير الاو اس هو قال لي اس اورثوغونال بروجكشن معناتها او اس بيربنديكولار على جي اف OS perpendicular على GF لأنه هو قال لي أنه S orthogonal projection أوكي طيب
ونحن هلا بعدنا برهنين انه لو اورثو سنتر معناتها ام او هي كمان هايت معناتها حتنزل شو حتنزل بيربنديكولار على الجي اف ام او بيربنديكولار على جي اف لانه او اورثو سنتر صار عندي او اس بيربنديكولار على جي اف ام او بيربنديكولار على جي اف مثل ما حكينا هلا من شوي اثنيناتهم بيربنديكولار على سيم ستريت لاين وفي معهم بيناتهم نقطه ان كومن ذن M, O, and S are collinear. برجع بعيد. A, B مثلاً perpendicular على D. Okay. و R, B في نقطة مشتركة perpendicular على D. بيكون ال A وال B وال R بيكونوا collinear points. منكمل. البارت اللي بعدها. بتقول برهنوا التريانجل اي اف جي ام اس اف سيميلر اربعة اي اف جي هيدا التريانجل ام اس اف ححاول لونهم شوي بس لحتى يبينوا اوكي ام اس اف هيدا وبالأزرق GEF هيدا إذا تلاحظوا في هيدا البوينت إن كومن بيناتهم اثنيناتهم هيدا أنجل إن كومن سوري بهيدا الترينجل الأخضر الجرين عندي هيدا الأنجل 90 ديجري وبالترينجل GEF هاي كمان عندي هيدا الأنجل 90 ديجري معناتها خلصنا فإذا برجع بعيد بالترينجل FSM عندي هالأنجل F بالترينجل جي اي اف عندي هالترينجل اف معناتها هيدي اف كومن انجل بالترينجل ام اس اف الاخضر عندي هالانجل 90 ديجري اوكي ححطها 90 ديجري وبالاخضر كمان وبالترينجل جي اي اف عندنا هيدي الانجل بالازرق كمان 90 ديجري اوكي معناتها they are similar اوكي فاذا in the triangles MSF MSF and GEF we have MSF فازن MFS هذا الانجل الزرقاء star بتساوي الانجل EFG between the parentheses لأنه common angle هي واحد اثنين MSF هي الخضرة اللي هي 90 بتساوي GEF هاي دي الزرقة 90 equal 90 degree then they are similar صاروا هالو اثنين تراينجل سيميلر معناتها كل الانجل الباقيين بيساووا بعض البارت اللي بعدها ديديوس ذات اف اس تايمز اي جي ايكوال اي اف تايمز اس ان فاذا عم بيقول لي بارت 5 ديديوس طبعا نحن لما بنعمل سيميلر تراينجل بيقول لي ديديوس يعني هي من الريشو ريشو اوف سيميلاريتي فانا لازم اكتب الريشو اوف سيميلاريتي طيب باخذ التراينجل ام اس اف ام اس اف اتفقنا بنطلع بهول قبل كل شيء الانجل اف ايكوال الانجل اف بحط تحت الاف اف الانجل اس ايكوال الانجل اي اوكي بقى عندي الحرف الثالث الترينجل اسمه اي اف جي هاي الجي الريشو بيصير ام اس اوفر جي اي ايكوال اس اف اوفر اي اف ايكوال ام اف اوفر جي اف بشوف هو شو بده هو قال لي بده برهن له FS ضرب EG FS هيدي يعني ضرب EG هي FS و EG باخد هودي الاثنين قال لي بنا برهنه بيساوي MS ضرب EF يعني طالعة خالصة نعمل cross multiplication MS times EF equal GE times SF اوكي مشي حالة
show that the triangle GMF isosceles. من برهن لتريانجل جي ام اف isosceles. طيب نبرهن هذا تريانجل isosceles مثل ما حكينا عندي ثلاث طرق يا اما تو انجل ايكوال يا اما تو سايد ايكوال يا اما هايت يكون بنفس الوقت هو ميديان هو بايسكتر هو بيربنديكولار بايسكتر وحده منهم بكف تمام طيب نحن اللي حنعمله هلا لحتى نبرهن بارت 6 هون لحتى نبرهن التراينجل ام جي اف ايسوسلس انا حبرهن التراينجل ام جي سايد ام جي ايكوال سايد ام اف كيف حاخذ التراينجل ام اس جي و ام اس اف حبرهن هودي اثنين تراينجل كونجروينت ونحن بس نبرهن اثنين تراينجل كونجروينت باي هومولوجس اليمنت بيطلع عندي انه هذا السايد ايكوال هذا السايد فبيصيروا ايكوال اوكي ان ذا تراينجلز ام جي اس اند ام اس اف وي هاف هذا تريانجل ام اس جي وتريانجل ام اس اف في عندي ام اس كومن سايد ام اس كومن سايد اوكي عندي هيدا الانجل 90 وهيدا الانجل 90 يعني ام اس اف ايكوال ام اس جي واثنيناتهم بيساووا 90 ديجري اوكي بقى بدي يا انجل يا سايد عندي هيدا الانجل وهيدا الانجل كمان ايكوال لانه له علاقه بالبروبرتي اللي حكينا عنها بالاول اللي هي انه ام اكستيريور بوينت هيدي وهيدي اثنين تانجنت نازلين على السيركل معناتها هيدا الخط بيكون بايسكتر لهيدي الزاويه فبتكون هيدي ايكوال لهيدي ف اس ام اف اس ام اف ايكوال اس ام جي لانه عندي 2 تانجنت ايشود فروم ذا سيم بوينت تو ذا سيركل سي من بعد هودي الثلاثه ذن ذا 2 تريانجلز ار كونغروينت سو باي كورسبوندينج اليمنت طبعا انا بس يصير عندي اثنين ترينجل كونجروينت بصير كل السايدات هون ايكوال كل السايدات هون كل الانجل هون ايكوال كل الانجل هون انا بدي ام جي ايكوال ام اف ذن ام جي اف ايسوسيلس ات ام بيبقى عندنا اخر بارت فاذا مثل ما اتفقنا انه بس نبرهن هول اثنين تراينجل كونجروينت اوكي 90 90 كومن سايد انجل ايكوال انجل ذن هول الاثنين تراينجل صاروا كونجروينت بما انه صاروا كونجروينت فباي كورسبوندينج اليمنت بصير الام جي ايكوال ام اف بصير هيدا ايسوسيلس اخر شيء بيقول لي اند بنفس السؤال انه بدنا نبرهن تراينجلز جي ام اف واي ام اي سيميلر جي ام اف التراينجل الكبير و AME التراينجل هيدا الصغير اثنيناتهم ار سيميلر هول اثنين تراينجل هن اثنين ايسوسيلس تراينجل وعندهم كومن انجل حالكم كيف طب انا اذا كان عندي تراينجل الانجل تعاولوا هيدي 30 ايسوسيلس وعندي تراينجل ثاني كمان ايسوسيلس والانجل تعاولوا 30 بس اكبر منه هول اثنين تراينجل مباشره بيكونوا سيميلر ليش لانه اذا كانت هيدي 30 ديجري اوكي 180 ماينس 30 بيبقى لي 150 150 ديفايدد باي 2 لانه ايسوسيلس بيبقى لهيدي 75 وهيدي 75 كمان نفس الشيء هون اذا هيدي 30 ديجري بيبقى لهودي الاثنين 180 ماينس 30 150 ديفايدد باي 2 لانه ايسوسيلس بيبقى لهيدي 75 ديجري 75 ديجري فبيصير هذا ترينجل عنده 30 75 وهذا ترينجل بيصير عنده 30 75 فبيصيروا سيميلر فبس يكون عندي 2 isosceles triangle
عندهم المين فيرتكس ايكوال اثنيناتهم بيكونوا هؤلاء الاثنين كونجرونت. هون سيميلر سوري هون عندي التراينجل ام اي اي هيدا ايسوسلس تراينجل ات ام ايسوسلس تراينجل ات ام وجي ام اف كمان ايسوسلس تراينجل كمان ات ام والام هي مش كومن بوينت هي كومن انجل ام كومن انجل ذن ام اي اي اند ام جي اف ار سيميلر اوكي اذا رسمت لكم التراينجل ام اي اي هون طبعا انا الام ما معي اياها اوكي حقول لكم قديش بيبقى الانجل اي ام اي اي هيدي بتساوي 180 ماينس الانجل اي ام اي اوفر 2 واذا رسمنا التراينجل الثاني اللي هو جي ام اف هذا ايسوسلس اثنيناتهم كمان نفس القصه هي الانجل مثلا الانجل ام جي اف بتساوي 180 ماينس الانجل جي ام اف اللي هي ذات اي ام اي اوفر 2 فهول اثنين بيصيروا ايكوال هيك بنكون خلصنا الاكسرسايز ان شاء الله نكمل الاكسرسايز اللي بعده اذا الله رد